مدحونا الجمهورية الفدرالية الصومالية يا مجاوي قدوميها محكمة جبل كبنادر يا قدوميها محكمة الرعفان كي جبل كان كديب سوجرين كتمد قدوميها محكمة سرية ضلكا مدحونا الجمهورية الفدرالية الصومالية يا وريكتو وصوص راي وحكومة جاوي قدوميها محكمة جبل كبنادر يا محكمة الرعفان كي سل جبل كان كديب سوجرين كتمد قدوميها محكمة سرية ضلكا مدنى باش يوسف أحمد مدحونها يا حلك قدوميها محكمة جبل كبنادر ومجا عبي قريقان موسى معلن محمد ومدى كسو شقين يا قرصور كدل كاسدو كلنا أما كنت تقصصي شريعة يا قانون كا هالك قريقان أبشر عمر عبد الله وقون رخصان ولا شريعة يا قانون كا ومجا عبي قدوميها محكمة الرعفان كي جبل كبنادر مدعونها يا إسلام ريكتا سوحا وحلالك وقا ذي قدومي هرئي محكمة دو قبل كبنادر يا محكمة الرعفان كي قبل كان أويس شيخ عبد الله وهلية يا مدن السالح شيخ إبراهيم دبلاوي مدعونها يا كواد كي قدومي أشر لما قعابي إنا يدوران سرين تشرعي قدالك إسلام ركان أي سيسي من هو ذي كان بلشد الصوماليات يساقو دينا عاكلنا ورجي قدومي أشي هرئي مستقبل ونكسن talaabadan uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ku saleysan balanqaadkiisa ahaa inuu dib u habeyn ku sameyn doono nidaamka garsoorka dalka oo kamida qorshayaasha ugu muhiimsan ee dawladda horyaala